ينضم إلينا من جدة الدكتور هشام مروع، عضو الائتلاف الوطني السوري. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. وفي حدث اليوم، دول عربية تطالب بعودة سوريا للجامعة العربية. لا أعلم إذا كنتم ترون أيضا أن المعطيات على الأرض الآن توحي بإعادة مقعد سوريا من جديد للجامعة العربية، ومن سيشغل هذا المقعد برأيك؟ مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين. يعني اسمحي لي أن أحلل السؤال قليلا ثم يعني أوجه الجواب بشكل مباشر على ما تفضلت به. سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية، ولها دور عربي ودور إقليمي ودور دولي يطلع عليه كل سوري، سواء كان في أي موقع من مواقع السياسية. الموضوع دور سوريا الإقليمي، دور سوريا العربي، دور سوريا الدولي، هذا أمر محفوظ لا يمكن المساس به. المشكلة هي كانت في تمثيل الأسد لسوريا في هذا المحفل العربي الهام. هذا التمثيل نتيجة تصرفات النظام في عام 2011، كما تعلمين كانت هناك أسباب دعت إلى اتخاذ الجامعة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية والدول الداعمة للثورة السورية ذلك الوقت قرار بالضغط السياسي على نظام الأسد من أجل أن يسير بالحل السياسي وأن يتوقف عن الحل العسكري. هذا الأمر لم يلتزم به النظام. تطورت الأمور فيما بعد كما تذكرين، والآن الحديث عن عودة سوريا، لا، سوريا موجودة في الجامعة العربية، هناك من يمثل الشعب السوري. هل الأسد بهذا بالإصرار على الحل العسكري وبرفض العملية السياسية يمثل الحل السوري؟ هل هو يصلح لأن يكون عضوا في النادي العربي بهذه العقلية وبهذه الطريقة بالتفكير؟ لذلك ما تذكرين صرح من فترة لا يعني ليست بالبعيدة الدكتور نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض بأن العودة إلى عودة المقعد سوريا لأن يشغل من قبل السوريين يحتاج إلى المناخ السياسي الملائم لذلك، أي أن يوجد الممثل الحقيقي للشعب السوري الذي يستطيع فعلا أن يعبر عن السوريين في هذا المحفل العربي الهام جدا. هل المناخ السياسي الآن ملائم لعودة شخص يمثل سوريا في هذا المحفل الكبير كما تقول؟ ولماذا برأيك الآن دول عربية عدة تطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ يعني برأيك حينما تتحدث هذه الدول العربية لمن تشير، يعني في أنه يشغل هذا المقعد وهذا الموقع؟ نعم، ما يجري الآن الحديث عنه كلام السيد وزير الخارجية التونسي كان يقول على أهمية وجود سوريا في المحفل في الجامعة العربية. أما وزير الخارجية العراقي كما جاء في تقريركم لا يسمي النظام القائم أو يشير إشارة واضحة بدون تسميته للنظام القائم. في عام 2013 كان هناك حضور في قمة الجامعة صحيح. العربية كان معاذ الخطيب رئيس الائتلاف أنا معاذ الخطيب صحيح تماما صحيح. ولكن نحن نتحدث عن الآن دكتور هشام، يعني نعم. بصراحة هل يتم تداول ونقاش هذا الموضوع معكم؟ الحديث عن أن تكون الائتلاف داخل أن يمثل سوريا في مقعد الجامعة العربية توقف هذا الحديث من عام 2016 تقريبا، وكما تذكرين ذلك الوقت أجرى تصويت وانقسم فيه المصوتون إلى موافق على دخول الائتلاف كممثل للشعب السوري كما وتطبيقا للقرار الصادر عن الجامعة العربية في قمة 2013 وهو تكليف الائتلاف بمقعد الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية المرتبطة بها. من ذلك الوقت لم يتم بحث هذا الموضوع مع المعارضة أو مع الائتلاف من جهة أخرى بشكل أوضح. الآن حتى مع هيئة التفاوض لم يبحث هذا الأمر، يبحث واقع الأمر مع النظام. الحديث هو عن أن يعود نظام الأسد ليشغل هذا الموقع، هو الآن المناخ السائد حول هذا الموضوع. الحقيقة هناك دول عربية محورية وهامة جدا تدفع باتجاه عدم العودة لهذا التمثيل ما لم تتحقق انخراط جدي في العملية السياسية وتقدم سياسي في المسألة. المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المغرب، حتى الاتحاد الأوروبي، أمريكا من جهة تريد أن تبقى ورة الضغط السياسي على النظام من أجل انخراط بعملية سياسية جدية من أجل فعلا أن يكون التمثيل في مقعد الجامعة العربية تتويجا لتطور سياسي وتمثيل حقيقي للشعب السوري في هذا المحفل المهم. لكن هذه الدعوات هي أيضا تتزامن مع كما تعلم عودة القائم بأعمال الأردن إلى سفارة في دمشق. أيضا الإمارات والبحرين فتحتا سفارتيهما بعد إغلاقهما.
فبالتالي إلى أين تتجه الأمور يعني، وهل أنتم كيف تتعاملون أنتم مع هذه التحركات؟ يعني كما تعلمين الدول التي تدعم ثورة الشعب السوري لا زالت تدعم هذا التوجه وتريد أن يتحقق فعلا في سوريا استقرار سياسي وتحول نحو الحل السياسي. حتى الدول التي عادت فتح ممثلياتها أو سفاراتها هناك لا زالت تصر على الحل السياسي، وهي فعلا مدعوة أكثر من أي وقت مضى أن تكون وسيلة للضغط على النظام من أجل الحل السياسي. هذا ما ينبغي أن يعني ينسجم مع التوجه العام لما لتصريحات هذه الدول سواء في الداخل أو في الخارج أو في وقت مضى أو فيما يخدم المصلحة العربية العليا، مثل موقع الجامعة العربية موقع يهم الأمة العربية ككل، الوطن العربي ككل، حتى بشكل أو بآخر الدول المناخ الإقليمي كل يهمه هذا الأمر. العمل على وجود تمثيل لسوريا في الجامعة العربية يجب أن يتزامن مع تحقق تقدم حقيقي بالعملية السياسية بالإنجاز القرار 2254، وبالتالي من الممكن في ذلك الوقت أن يكون تمثيل حقيقيا ومعبرا وفاعلا كما نتطلع كسوريين إليه دائما. مساعد الأمين العام للجامعة العربية يقول بأنه لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على موقف الجامعة العربية من مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية، كيف تنظرون لهذا التصريح؟ يعني تماما هذا الحقيقة ما أشرت إليه عندما قلت هناك دول محورية ومؤثرة في المواقف السياسية للجامعة العربية لا زالت تنظر بتحفظ إلى هذا التوجه، تريد أن يتزامن العمل السياسي لعودة تمثيل سوريا إلى الجامعة العربية مع تقدم في العملية السياسية في سوريا وانتهاء الأزمة ودخول المجتمع السوري أو الشعب السوري في عملية انتقالية تفضي إلى تطبيق الحل السياسي منصوص عليه بالقرارات الدولية المتصلة بالموضوع. سؤالي الأخير لك، وعلى المستوى السياسي بطبيعة الحال وكعضو في الائتلاف الوطني السوري، هل لديكم أي مؤشرات على أي تحركات على المستوى السياسي إيجابية قريبا؟ الواقع كل ما يجري يعكس وكأنه هناك في تحولات في تحركات سياسية تجري باتجاه دفع العملية السياسية، يعني حتى ما نراه من محاولة يعني تقارب سياسي هنا وهناك أيضا نرى أنه جزء من عملية سياسية جزء من عملية دفع العملية السياسية وتحريكها. الآن هناك ممثل مبعوث دولي خاص جديد يتحرك وفق رؤية معينة، عنده الدعم من المجتمع الدولي وعنده الدعم أيضا من المجتمع العربي، أيضا أجرى مقابلات في المنطقة العربية ومقابلات دولية وكلها تدفع هذا الاتجاه. قرار 2254 الذي يقول يتحدث عنه دائما المبعوث الدولي الخاص الجديد بيدرسون يؤكد تماما أن هناك تحركا باتجاه تحقيق العملية السياسية. يعني الوضع في سوريا لن يعود إلى الوراء، لا يمكن أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 2011، لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي ولا على مستوى الشعب السوري نفسه. هذا الأمر الدفع باتجاه العملية السياسية هي الوعود التي قدمت من قبل الدول الضاغطة والمؤثرة في الملف السوري وعلى النظام كروسيا بالدرجة الأولى. هذه وهناك نوع من الدفع باتجاه العملية السياسية أيضا من الدول المهمة واللاعب الرئيسية في واللاعبين الرئيسيين في الملف السوري منذ بدايته. شكرا جزيلا لك دكتور هشام مروة، عضو الائتلاف الوطني السوري، كنت معنا من جدة.